انا دوت. السلام عليكم. المهم اني يا سيا يا ربون ولا لا لازم تحركتي اني يا سيا يا ربون اني يا سيا. سو اليوم برجع لكم برياكشن جديد اللي هو رياكشن توايس. شو حركته هالمرة؟ اظني شي لايكي، ما شفت انا فيها، ما اعرف الحركة صح، بس اظني من اللي شفته من الصور لايكي لايكي. المهم سو توايس، خلينا نتكلم شوي عن توايس. احب اغانيهم، اغانيهم مرة كاتشي وكيوت كذا. باي سي جيهو صح اسمها، جيهو اللي دب اظن هي. المهم هذه كتكوتا، هذه باي سي، وكان باي سي قبل واحدة ثانية نسيت شو اسمها، بس يا اخي من اول ما شفتها كذا ذكرتني بجوت سفن جاكسون. احط صورتها هني، هذه احسها مرة تشبه جاكسون صراحة يعني. المهم هاي كانت ماي فيرست بايس، بعدين الثانية سرقتني وحبيت. المهم دوما فلسفة وبدون ما اطول عليكم، let's go to the reaction to likey 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 likey. بدأ في الفويس مالي الأغنية شكلها كيوت. حبيبتي صبغة أسود. على طول ليش على طول ارقص؟ مع اني ما غيرت شعرها وايد بس في الحلو. اوه لابسه لبس اوه جاي لاي لاي. تذكرت واحدة من أغانيهم، شو كانت؟ مات الهالوين. مينا؟ بيبي 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 يا خوي ذكرني فتيتي. غير يعني الأغنية الرقصة هذا الكونسبت أوكي يعني متشابه بالقبل، بس الام في الفكرة غير أحس. ليكي ليكي ولا مرة ضبطت الكاميرا. الراب سواد. اوه بابا يا البنت والله يعني ان شاء الله. ابغى كم يوم تروح الجيم يعني. اوكي
اخي وايد كيوت. ليكي 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 ليكي. اوكي اسفه 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 اسفه، احس الناس بتقولش فيها المينونه. المهم بس حبيت وايد كيوت، ورقص مومو حبيت. شكرا اعطوها يعني اسمه شيء هذا السولو دانس او يا الله، هذا المقطع اللي هي ترقص فيه. الرابر اللي دائما انسى اسمها، يعني حافظتني انا قبل الفيديو، بس طبعا لما جيت اصور الفيديو كل شيء بتبخر بمخي. حبيت رابر ستايل جديد، ويعني كان حلو حلو، كان وايد غير عن رابر تويس السابقه، وايد عجبني. سو لكي لكي اخر ما نزلتي يا عشا مسوتي. انسوا 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 اللي صار. اوكي والالف عندي لكم خبر سار. لكي لكي يو لكي لكي ذا خبر، ان الحين بسوي لكم رياكشن حق وايتيزي. وحابه اقول لكم شيء مهم مهم جدا، ان ابغى اعرف ان انا اشوف كل كومنت تكتبونه، واذا لاحظتوا انا احط لايكس واحط ثامز اب، وشفت وايد ناس اقترحوا لي اغاني وايد، شكرا صراحه. وحابه اقول لكم ان يعني انا طاقتي ماكسيمم، يعني اسوي فيديو او فيديوين في الاسبوع، بس انا بحاول اغطي كل الاغاني اللي انتم طلبتوها مني. بس تل اذا انا ما قدرت اسويها انا وايد اتاسف. انا بحاول اجهز وانظم وقتي عشان اسوي كل الفيديوز اللي انتم تطلبونها مني. ثاني اوكي يلا اشوفكم بالفيديو القادم. سوجو الف كل محبين سوبر جونيور اللي ورا تشيغو كوجي خارج عن المدار.